كاينين معدد الناس من كان باهم حي كراو لينا الناس وتعطيونا هاد الرواسه هما مقيلي زيم صوب كل شيء شاد معدنا 7000 درهم كوري راه وطي درونا في وكالات طالعين لنا 150000 ريال داونا داك تقوم مشاو او شي فهمت هما ضروري راه طرحوا لينا مع جوج نعجات ولا مع ثلاثه والبقره عندنا تنلوحوا فيه كوري وهنا طيحوا عليهم السلعه راه شو الماء وكارينا اختي 150 الف فرانك للشهر كاين اللي كاري ب 1000 درهم كاين اللي كاري ب 50 الف فرانك كلهم الناس بالرواسة ديالهم ايوا راه الدار راه بعيني ايوا فين نمشيو راه نمشيو راه الدار راه بعيني نمشيو محل مكري ومسدولو التريب والقانون ديالو والرواسة ديالو كلشي ليا 140 الف ريال من عندنا واش هادي ماشي جامعه ولا قياده اللي تنجليزي فيها ولا مزوره هاهي واو الا ما كانش قانوني راه الدوله ما تطبعش كاري وسط هاهي الكنيه جدي مستار زناته زايدين في هاد البلاد كاع ونطالبوا داك الشيء ضرينا فيه يعاودوا لنا مول البلاد ولا هادي ارض ديال الورثه حنا فيها ولاد وبنات المهم وارثين في هاد الارض ايوا كان الوالد الله يرحمه هو اللي خلاها لينا راه توفى دابا من 2008 وخلا شي بحال قلتي شي ثلاثه ولا اربعه ديال المحلات اللي خلا صافي ناضو هما ولاو تيكريو ولاو تيجيبوا بيناتهم هما هادو اللي جاو احتلوا دابا هاد الارض ديالنا وملي كنجيو حنا نهضروا معاهم نقول لهم ما واش كاين شي كيف ما كنعرفوكمش حنا باك خلينا داك البيوت حتى الله يهديكم هادشي وغاديين وغاديين وغادي وديما حنا معاهم في المشاكل وبلا فايده بغاو المهم بغاو يورثوا هكاك وصافي بغينا الارض ديالنا الحمد لله كنتفاجئوه كدا ملي حنا درنا شكايات لسيد القايد درنا شكايات نيتو حتى الجيران مع حتى هما ولاو في هاد الاواخر تيعانوا مع ساكنين هنايا بهاد الريحه اللي ولاو تيديروا ديال عرفتي هاد الكسابه اللي دايرين هنايا راه ربا راه كاين البقر كاين اللي كيجيب الدجاج دايرين كلشي كلشي ما نقدرش اش نقول كاع اللي ربوه هنا راك شفتوا كلشي داروها زباله حاشاك والزبل والخنز المهم كرفسوها بزاف ومع ملي جابوا كثير انا براس باش كندخل هنا تشوف في غاده اشنو عندك عاد من جايه كنقول ما ارض با هادي هو اللي دارها المخزن سيري ليه اللي دارها المخزن سيري ليه ايوا انت كنمشي حتى كنعيا كنمشي تصوري كندخل هنايا كلشي داري ليا هي بداو يطلعوا عليا كاين كيصورني واحد النهار والله باقي كاع ما صدرت كيقولوا لي كنتي في الارض ديالكم اي راه قالوا انا جات امينه لتما واش سوقكم يقدر با ارض با هادي صراحه كنتفاجئ انا ملي لقيت هكذا جاوا يدير لهم هذا الافراغ الصراحه فرحنا بزاف وكنشكر بعدا السلطه وكنشكر سيد القايد و كلشي الجماعه ولا كلشي اللي تدخل في هذا ما شفناش حنا اليوم هادشي كيفاش وقع علينا اليوم انا 22 عام وانا ساكن هنا وانا كاري هنا كنخلص من القانون ديالهم جاو ريبوا لينا اليوم هاد دخلت الحمله قال لك زادوا شي عشش هنا جاو ريبوا لهم كلشي انا عاطيني المحل بام لي عاطيني المحل الحياه ديالي انا عاطي كان عاطيني المحل فاب ملي مات هو عاد نخلصهم ملي مات باهم عاد نخلصهم كل شهر كنخلصهم عاطيني حتى الحانوت لي كنخلصهم هنا ونخلصهم لهي ايوا جات هاد الفوضى بحال ما جاو زادوا شي عشش ريبوا لينا حنا كلشي ما فهمناش كلشي كنخلصوا بالقانون ديالنا وراقنا بالرواسة وتفاجئنا في هادشي ايوا اش كنطلبوا تعويضات من هادشي حنا اللي ضعنا فيه 22 عام ديال راه ماشي ساهله هو البهيم راه باقي دابا انا باقي ما خدامش كاع انا باقي حابس على الخدمه باقي ما خدامش دابا راه شهر وصار راه من العيد الكبير انا كاري هنا في هذا المحل هنا ديال الكوري مده شي 22 عام كنت كاري ب 30000 وعاود كريت واحد صغير منه 20000 ولحد الان باقي كاريه بالروسي بالكونترا ديالي كنخلصو ها هو التاريخ كاين ها كلشي كاين عندي راه كلشي في الروسي انا خلصتو 3 سنين مجموعه ودابا باقي كاري المحل وباقي شادو لحد الان وكنخلصهم كل شيء ليا والضو اللي مازلنا ما درناش هادشي هو اللي كاين وراه مده 22 عام وحنا كارين وحاكم لينا المحكمه صالحنا حاكم لينا الابتدائيه والسينات صالحنا وكنخلصهم لدابا وهما اللي ما مقادنيش دابا الوراثه اللي ما مقادنيش كاينين هما سته ثلاثه الدريات وثلاثه الدراري كيكريو بحدهم دريات كريو بحدهم وهما ما متفقينش بيناتهم هادشي اللي كنسمعوا هذا هو اللي كاين وحنا كارين احنا مضرين ديما ماشي غير اليوم حنا مضرين من جيت هاد الشيء العشوائي اللي كاين عندهم هما هما حنا كوارنا راه سادينهم كندخلوا البهيم ديالنا كنعلفوا كنمشيو في حالاتنا
ما كنريحوش كاع هنايا ما كنريحوش. علاش؟ ملي عاد بنادم بحال هكا دابا داير براكه ودير ساكن ما كنقدوش نجيو نريحون. كنطالبوها بحال هكا، بغينا النظام ونخلصوا القوانين ديالنا وتا هما يديروا معنا القوانين، لا خاصهم شي قوانين يديروها معنا، هادشي اللي خاصنا، ما خاصنا حتى حاجه، ما هاربين منها. لا عندو شي قانون راه غادي يجبدو، واللي كاري شي محل خصو يبرك فيه، وهادشي راه مزيان، حنا ما هاربينش منه. هذا هو اللي كاين اخويا، ماشي